اسعد الله اوقاتكم ويا مرحبا بكم معنا في لمه جديده من لمه شباب. ولمتنا اليوم في منطقه وادي الحلو الجميله اللي اشتهرت بمعالمها السياحيه والاثريه. اليوم جولتنا راح تكون مختلفه بوجود اجمل ضيف معنا في هذا اليوم المميز. ابو عبد الله مسيك بالخير ويا مرحبا بك. مساك الله بالنور. يا مرحبا. اليوم قبل لا ابدا معك شو رايك في المكان؟ المكان الصراحة صدق يوم قالوا أجمل شتاء، أول مرة أشوف هذا المكان واستمتع فيه من اللي هو ما شاء الله. الله يسلمك. اليوم طبعا بما أن أجمل شتاء راح تكون أجمل لمة معاك إن شاء الله. إن شاء الله راح أراويك معالم يا سلام منطقة وادي الحلو، إن كان بمعالمها الأثرية أو حتى الطبيعية. طبعا منطقة وادي الحلو تشتهر بمزارعها، بجبالها الشاهقة، بأماكنها الأثرية. ما شاء الله. فاليوم راح نروح في جولة معاك في هذه الأماكن إن شاء الله. وبما أنك أنت طبعا صاحب سرك وتحب التحديات والمغامرات والاشياء الجديده والمسليه، اليوم راح اخذك في ساحتك وملعبك. يا سلام، انه قدي عاده. يا طبعا ما زرت وادي الحلو قبل؟ لا صراحه اول مره. اول يعني مره مر على الشارع بس كمعالم وهذا ما زرته، فاشكركم على هاي المبادره الطيبه. الله يسلمك. بما ان اول مره طبعا بنقول للمشاهدين ان اليوم راح يكون ابو عبد الله برفقتنا وبصحبتنا، راح نشوف الاماكن اللي راح نخليه يستانس فيها ويغير جو. ابو عبد الله شو تتوقع اليوم؟ راح نوديك الأماكن التراثية ولا الجبلية ولا المزارع، وين تتوقع راح نروح؟ يعني أكيد بشوف كل شيء حلو دام أنت موجود. يا سلام. أكيد بنبدأ من التراث مر عليهم كلهم دام أنا جايينكم، مر عليهم كلهم. يوتني يا حبيبي. إيه خلاص. زين أبو عبد الله، المنطقة الشرقية يعني فيها أماكن جميلة كثيرة. وأنت زرت المنطقة الشرقية قبل؟ إيه نعم. وين رحت قبل؟ كلبة خرفكان. كلبة وخرفكان وقدمت فيها عروض يعني. يا سلام، قدمت عروض سرك؟ اي نعم. يا سلام. من متى انت في السرك يا ابو عبد الله؟ تقريبا من 3 سنوات حال. من 3 سنوات؟ اي نعم. طبعا ابو عبد الله يعني الشيء الجميل اللي ابغى اقوله بان هذا الانسان هو يعتبر من اوائل الشباب المواطنين اللي قدموا عروض السرك واللي ابدعوا فيها، يعني اللي حطوا اضافات، ما قدم السرك نفس ما هو ولكن حط اضافات، حط ابداعات، حط امور كثيره. وأنا صراحة من متابعينك في مواقع التواصل الاجتماعي وأقول دائما هالإنسان له مستقبل في السرك. وين حاب توصل أبو عبد الله؟ والله حاب أوصل مثل ما يقولون أباحوض، أدور العالم كله. يا سلام. إيه نعم. وأترك بصمة إماراتية في كل دولة يعني كدول خارجية إني أقدم فيها عروض وحتى كمنافسات أدخل معاهم في هذا المجال. حلو. أنت شاركت قبل في خارج الدولة؟ تقريبا قدمت في أكثر من دولة. قدمت في أوزبكستان كأول عربي يدخل عندهم ويقدم عروض. يا سلام. إيه نعم. إماراتي أهم شيء. طبعا طبعا. وين ما تروح إماراتي. إماراتي. وقدمت في البحرين وقدمت في السعودية كأول دولة أزورها إني أقدم فيها عروض خارج الدولة. السعودية كانت. السعودية كانت. ممتاز. وقدمت في لبنان. يا سلام. وهذا كان قبل الحجر. قبل الحجر. ممتاز. كانت عندك عروض هنا. وطلعت في برنامج كان عندهم هناك وطلعت فيه يعني اني اقدم عروض ومنافسه يا سلام عليك. زين ابو عبد الله، بما انك تصاحب سرك والجماهير لعبتك، شو اكثر شيء تحسه يحمسك ويخليك تبدع اكثر لما تقدم العروض هذه؟ اي نعم، اني دخلت التكنولوجيا في هذا المجال، فيوم يشوفون هاي الاشياء الغريبه، صور تطلع ومن هالامور وانا اقدم العروض، ينعجبون بهالشيء يعني. يا سلام. هي. طبعا انا اتابعك ابو عبد الله من اول ما بديت تتعلم السرك، كنت اتابعك يعني. هذا الانسان اول ما بدا كان يعني احترافيته بسيطه ولكن اتعلم وخذ الطريق من بدايته خلينا نقول. والحين ما شاء الله احترفت ابو عبد الله، يعني ما شاء الله عليك اشهر من نار على علم. يعني دائما نقول بان الابداع لازم يبدا معاك من طفولته ويكبر معاك انت. صح. اللي تكبره. فابو عبد الله انت السرك يعني معاك كهوايه. كهوايه وك يعني شيء أفيد الناس فيه، يعني انه مثلا ما حد حاط في باله انه ممكن اماراتي يطلع بهالاشياء، فممكن يجينا جيل عقب يقدمون هالاشياء يعني يطلعون على المسرح سواء كانوا صغار كبار، ممكن هالشيء حتى يتعلم في المدارس طبعا كحصه رياضه او شيء، يعني شيء نادر جديد يعني. والله فعلا فكره جميله والله، ممكن تكون حصه من حصص المدرسية. والسرك يعني لا أكثر من مجال، مو بشرط الأشياء اللي أنا أسويها مثل عروض، مثل يكون حتى تمثيل، مثل قصص ستوري، يعني ممكن أن يقدمون أشياء حلوة يعني الناس تشوفها كعروض وكقصة. حلو. إذن كيف فادتك العروض هذه والسرك في حياتك أبو عبد الله؟ يعني أكيد أضافت لك شيء في حياتك. غيرت وايد أشياء يعني،
صرت اجتماعي اكثر وصرت ما شاء الله يعني مثل ما تقول محبوب عند الصغار، ان صرت لهم قدوه ان ابى اصير مثل حميد يعني. يا سلام. هنا يا سلام. فهالشيء اللي شجعني اكثر. زين بما انك طريت الصغار يعني ايش اخبارهم وياك؟ الصغار في العروض دائما بتشوفهم متحمسين وحولك متحمسين وعاده 100 سؤال ما شاء الله عليهم يسالون يعني طبعا. حتى لو في اشياء مثلا خطره انا اسويها كالنار وهذا مثل هالاشياء انا اخليهم يبتعدون عنها، اقول لهم يعني في هالاشياء لا تقلدوني. حلو. قلدوني باشياء ثانيه بسيطه كحركات ك مثل ما يقولون اشياء مميزه نادره يعني. يا سلام عليك. زين اباك تعلمني اليوم عاد. حاضرين. عيوني. شو تحس انه اول شيء ممكن اتعلمه سهل؟ حركه اليد بس. حركتي انا الحين ابغي النار. انا هنا لا لا النار بعده يبالك شويه بعد يعني ما 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 تخليني اغامر في. لا 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 انا كبدايه حركت بيت كامل لحول. لا ابوي عن نحرق الدنيا هنا. اي نعم. فخلنا في الامان احزن. هذا هو. طيب ابو عبد الله اليوم بما ان راح نتعلم معاك اشياء جديده وراح نخليك تزور اماكن جديده، انا ان شاء الله راح اخليك تستمتع وراح اخذ معاك السوالف كلها بعلومك الطيبه ان شاء الله في هذه الاماكن المميزه في منطقه وادي الحلو. ونقول انطلاقتنا راح تبدا من الحين. حياكم. حياك ابو عبد الله. الله يحييك. نقول بسم الله. بسم الله نبدا لمتنا اليوم. عاد يقولون ابو عبد الله لمه الشباب دائما غير. اكيد فيها شيء مميز، فيها شيء يعطيك شيء انطباع ثاني دائما حتى على نفسيتك على طاقتك على كل شيء انت تحس فيه، ولا شو رايك؟ اكيد يكون فيها عفويه، كل واحد يطلع اللي في خاطره يعني مثل ما يقولون يبى يستانس. الله. اي نعم. زين عاد اليوم على طاري العفويه ابو عبد الله، اليوم نحن نبغي عفويتك، ما شاء الله عليك انت انسان عفوي يعني هذا الشيء نحن متفقين عليه. ولكن الاهم بان نحن نقول دائما ان الشيء الجديد في حياه كل واحد يخليه يتعلم شيء احسن عن قبل. صح. وانت مثل ما قلت لي السرك توه من شوي خلاك اجتماعي. اجتماعي أكثر. تحب الناس، تحب الجمعات. صح. كيف صار معك الموضوع؟ طبعا يعني مثل ما يقولون المهمة اللي في السيرك يعني أهم شيء في السيرك كيف تخلي الناس تستمتع. يا سلام. يعني كم تسوى تشوف واحد مستانس يقول الله هالشيء حلو ويعني تشوف ابتسامتهم. الله عليك. هني تحس إن أنت أنجزت شيء يعني دخلت مثل ما يقولون فرحة في قلبه. طبعا. يمكن هالإنسان أنت ما تعرف يمكن كان مهموم او شيء وفي لحظه صح انت خليته يستانس. يا سلام. ترى صعب على فكره بانك انت تخلي حد يبتسم ولا يضحك ولا يفرح من داخله. صح. شيء صعب يعني اللي يتقن هالشيء ترى عنده موهبه سبحان الله رب العالمين ميزه فيها. وانت ما شاء الله عليك يعني وعندك يعني حتى الصغار يعني صعب انت توصل لقلوبهم. صح. الا بشيء يعيبهم وصعب انك تجذبهم حتى تجذب انتباههم وان تخليهم مرتاحين وياك كانك انت يعني شخص غريب وصرت بالنسبه لهم واحد قريب. اي والله صدقت صدقت. طبعا في ريالي تريانة هو طبعا من اهالي منطقه وادي الحلو راح نكون بضيافته انا وياك. يا سلام. وراح نجرب نشوف هل صدق نحن ما نخاف؟ هل صدق نحن عندنا هذه المعنويه القويه؟ ان شاء الله. هل صدق الشباب يوم يدعون القوه هي عندهم بالفعل ولا هذه السوالف تصير في الجمعات دوم. زيارتنا اليوم تمتد لمنطقه وادي الحلو واللي تتميز بطبيعتها الجبليه ووديانها الخلابه. والحين بخبركم عن سبب تسميتها بهذا الاسم. وهذا يرجع إلى كثرة وجود المياه العذبة والينابيع اللي كانت تجري فيها. تتبع منطقة وادي الحلو لإمارة الشارقة، تلاحظ أول ما توصل المنطقة هذا الهدوء والراحة اللي يفصلك عن عالم الضوضاء والازدحام بسبب طبيعتها الجغرافية. اهتم صاحب السمو حاكم الشارقة اهتمام كبير بمنطقة وادي الحلو وأمر بإعادة تأهيل المنطقة بدءا من البيوت والبنية التحتية والطرق
وأعمال التشجير وتوفير المتنزهات وسبل وسائل الرفاهية والخدمات العامة، وهذا لتسهيل الحياة على كل ساكنيها عشان تكون اليوم من أهم الوجهات السياحية في المنطقة الشرقية. طبعا الحين أبو عبد الله وصلنا معاك لمكان أثري من أجمل الأماكن في منطقة وادي الحلوم. طبعا هذا المكان يعتبر من الأماكن الجميلة اللي يجونها السياح، يجونها الزوار من كل مدن دولة الإمارات. فشو رأيك الانطباع الأول أباخذ عنك يا أبو عبد الله؟ الانطباع الأول يعني شيء قديم، وتحس أن حياتهم كانت صعبة. أيوة والله، يعني تفكر تقول صعبة ولكن حلوة في نفس حلوة الوقت. في نفس الوقت أن الواحد وده يرد بالزمن ورا. أيوة والله، يعيش مثلهم، يبقى يجرب هالشيء صدق. أبو عبد الله أنت مع نفسك يعني قبل ما زرت متحف، ما زرت مكان أثري، ما زرت مكان تراثي، قلت اليوم باخذ تغيير جوي في هالأماكن هذه؟ والله هو كمتحف زرت متاحف، بس كمواقع أثرية لا، صراحة أول مرة وتجربة حلوة يعني. يا سلام، عاد اليوم نرجع وياك لتقريبا نقول 100 سنة ورا. ما شاء الله، مكان فيه من الطاقة الإيجابية شيء كبير ما شاء الله. أكيد. فطبعا هالمكان يقصدونه للناس من أبعد الدول في العالم. اليوم تشوف الأماكن هذه هي تاريخ، هي تمثل لنا شيء جميل ممكن نشوفه. صح. بس أبو عبد الله ما أدري، أحسك أنت مقل في الأماكن التراثية والتراث، بما أنك أنت متجه للسرك. أنا ولكن والله بدايتي هي كانت، شوف بدايتي كانت كلها في التراث يعني، بس كفعاليات يعني بناء قرية تراثية وهذا، ومن هني اتجهت للسرك يعني. غير هنا إن شاء الله اليوم الحين قادرين بأن نغير جوك وناخذ علومك، وراح نروح معاك لمكان نسترخي فيه وراح تقدم لنا عروض. حاضرين، ولكن عروضك يعني مع غروب الشمس إن شاء الله راح ناخذ معاك هذه التفاصيل وهذه السوالف وهذه العلوم، ويتريانا شخص عزيز علينا. طبعا بما أنه هو يعرف أن نحن موجودين في منطقة وادي الحلو، أصر إلا نحن نكون معاه ويستضيفنا في مزرعة جميلة، بقعة خضراء راح نستانس فيها، وراح ناخذ علومك بعد أكثر إن شاء عبد الله. فلين ينزل علينا المغرب بناخذ معاك جولة في هالمكان. إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سلام. كيف الحال جماعة؟ أبو خالد مكلف على عمرك. لا ما في كلافة طال عمرك. السلام عليك. شو طابخ لنا؟ والله طال عمرك تويس رضيع. يا سلام. عاد الريال عندنا ضيف أبو خالد. الضيف طال عمرك ما قدر، بس طال عمرك أنت فاجأتوني صراحة، والواحد يجود الموجود. والله أنت ما قصرت. طال عمرك قصرت كفيت. أنا ما نهيت عبالة عبالة، بس كله من المزرعة. يا سلام. إنتاج المزرعة. عاد اليوم اليالسة عندك غير أبو خالد. أنا أتوقف مع أهل المنظر الحلو اللي ورانا هذا. خذ راحتكم مرة. واليوم عشان ما شاء الله دسم، وانا قايل له هو وانا عنده نظام غذائي وما نظام غذائي. اليوم الكلام عندنا اليوم ماشي منه خلاص. اليوم خرب النظام. ايه خرب النظام كله. الله يعين. بس من يرجع الشارجه يضبطهم وراه. انا اقول شيء بعد، بس ابو خالد خلاص بنعتمده ابو عبد الله ويانا مره. خلاص اصبر عليه، بس بعدين بعد ما خلص الامور. ايه لازم خلاص نعتمده ويكون ويانا ان شاء الله في كل مره نتجمع فيه ان شاء الله. حاضرين. يا سلام ابو عبد الله، يعني انا باك تخبر ابو خالد بما انه هو واحد من اهل المكان هذا. كيف شفت وادي الحلو؟ كيف شفت الأماكن والجولة؟ صراحة يعني كمنظر، منظر جميل. وما شاء الله الأشياء التراثية اللي شفناها يعني فيها تأمل، فيها جمالية، إن كيف عاشوا قبل و فاستانست يعني. الحمد لله. جو. الحمد لله. عبد الله عدل، المعلومات أنا أبغيها من عندك تعطيها. والله طال عمرك. خبر عن منطقة وادي الحلو. وادي الحلو طال عمرك. يعني طبعا. مكان طال عمرك هذا بداية وادي الحلو. وادي الحلو مكان قدام وادي الحلو، عبارة وادي الحلو عن فرقان قديمة. صح. والناس طال عمرك حين ودروها بس مزارع باقية، وانتقلوا الله يحفظ الشيخ سلطان من سوى لنا المزارع البيوت وكذا. الناس رجعت وزرت تحت، وان الكهرباء والشعبيات وهذه الأمور طيبة ما شاء الله. ولكن الحين ما شاء الله الأماكن الأثرية موجودة العام. ايه
الأولية ما شاء الله عليهم معانا ولكن خلدون لنا شيء والله يعني نعتز فيه أبو خالد. فعلاً. وهذا اللي نقوله نحن دائماً اللي يجونا ضيوف من أي مكان نراويهم هذا الكنز اللي نحن نحتفظ فيه في المنطقة الشرقية. فأبو خالد اليوم سهرتنا عندك مرة محفوظكم وسهرتنا راح تكون مختلفة في هالمكان الطيب وبضيعة. طيب شرفتونا والله فادي الحلو طال عمرك وشيء طيب وطال عمرك تقول المثل اللي ما له أول ما له تالي يعني. السلام. وشرفتونا صراحة وتفضلوا أمور طيبة. والحين نقول لكم إن شاء الله سهرتنا راح تكون في هذا المكان مختلفة وفيها كل شيء غير ومميز. حياكم الله. زين بما نحن في هالجلسة الطيبة ويقولون السوالف ما تحلى أبو خالد إلا بجلسة شاعرية ودامنا جلستنا شاعرية ما تكمل بشاعرنا بعد أبو عبد الله. يقول لي توه بأن قبل أيام مراهقته كان شاعر. تتحس إنه يعطي على شاعر يطلع منه أبو خالد؟ والله يا أخي صراحة واليوم شرفنا في المزرعة أول مرة نشوف فيها الريال طيب وشكله عنده يا أخي ريال يبين عليها إنسان رومانسي وإنسان عنده شاعر. يا سلام وهكتوني عاد الحين. عاد ابو عبد الله لازم يعني تكملنا الجلسه. الجلسه سبحان الله يقول لك واحد من الشباب اللي صوته ما شاء الله حلو واللي صح يقصد اللي يعزف اللي عنده سوالف طيبه. شو تقول له ابو عبد الله قصيدتك؟ يلا يقول يا ناس انا قلبي معذب بايت سهير الليل محزون محزون تعبان انا من لوعه الحب غرقان انا في حب مزيون. السلام. دقيت بابه طالب القرب ظنيت اهله فيني بيرضون يعني جواب يجرح القلب فيه يقول اهلي يرفضون حالي على العدوان يصعب واللي ما درابي يقول مينون مينون ما بي ازيد على عمري واتعب المهم هي تساوي نور العين. يا سلام يا سلام, يا سلام. صح لسانك صح لسانك. الله الله. عاد بما انك شاعر ابو خالد انا ابغيك تقيم القصيده هذه. والله صراحة كلمات طيبة وعبد الله ما عليك زود صراحة بيجي منه أكثر بس إحنا فاجأنا صراحة فاجأنا ما نحضر هو موضوع ثاني بس إحنا يعني وما قصر عبد الله صراحة جزاك الله خير. عاد اليوم نبي نكتشف مواهبك بعد أبو خالد بما أنك إنسان رياضي ومشرف رياضي بعد ما شاء الله عليك يعني عندك أكيد مواهب. والله طال عمرك عني الشخصية يعني والله طال عمرك أنا استويت أحب الرياضة والمكان والبيئة اللي فيها احنا تجبرك انك تكون رياضي يعني الجو والمنطقة اللي فيها احنا تجبر الانسان تكون يعني رياضي يعني الطبيعي يقول لك انسان من بيئته والطبيعة تساعد على الرياضة وبالعكس انا كنت العب في العاب القوى فترة صراحة صار لي كنت أجري وبعدين لحد الآن ألعب جميع الألعاب اللي هوايات الكرة وكرة الطائرة وكرة القدم. يسلام. هذا من هواياتي صراحة. والله ولا نحن الرياضة أبو خالد ما 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 ضندله لها دربي يعني ولا شو أبو عبد الله شو الرياضة وياك أنت؟ الرياضة أنا رياضتي مختلفة شوية. أنت رياضتك ما شاء الله السرك. السرك هنا يعني شوي مختلف يعني. يا سلام عليك هاي بروحها حركة أصلاً تعطيك. هي هذه في رياضة معينة عند الأجانب الحركات اللي أنا أسويها وهذا يسمونها فلو أرتس يعني اللي هو التدفق. حلو. شو هو التدفق؟ إن أنت كيف توازن العقل مع العضلة. يا سلام. إن العضلة نفسها تحفظ. يعني هلو. يكون فيها مثل ممري يسمونها مصل ممري فهذه الرياضة كيف مثل الذاكرة يعني كيف تنتقل من حركة لحركة كيف التنسيق يكون هذا كله في عقلك. السلام. واللي تطبقه في العضلة يكون يعني حلو يعني هاي بالها تركيز يعني مو بتعالي وتسوي أي شيء وأي غلطة ممكن أنت تتعور فيها طبعا يعني أنت تضرب نفسك فيها الله. صح بس اليوم بتعلمني أكيد أكيد إن شاء الله ما يحتاج اليوم مثل ما نقول الصراحة صراحة فاجأني يعني هذه يعني سافرنا ورحنا وحضروا ناس عروض كذا أجانب أغلبيتهم الأجانب ماسكين هالشغلة بالعكس إذا واحد من هالبلاد وتشوفه يعني يطلع في هاللعبة ويمسكها ويكون يعني يتميز فيها بالعكس شيء طيب بالعكس هذا طبعا كنا نفتخر فيه وبالعكس يستاهل الدعم ويستاهل صراحة بالعكس ينشر هاللعبة حتى الجمهور يعرف إن عندنا واحد إن من الإمارات عنده هالموهبة صراحة يعني هالموضوع مو بس مقتصر على الأجانب لا عندنا ما شاء الله شباب ومواطنين يبدعون ما شاء الله يعني أنت عندك
كل شيء متوفر. يعني مثلا من حيث السوشيال ميديا ممكن انت تطلع كاول واحد تقدم هالاشياء. يعني هالاشياء اللي انا ساعدتني اللي هو مجال السوشيال ميديا، يعني هذا اللي شهرني مواقع التواصل الاجتماعي. يعني كمواقع التواصل الاجتماعي هنا انه ومن هني بديت، يعني بداياتي كنت حتى اصور من الصفر لحد الاحتراف الحين. يعني انا بعد سمعت ابو خالد بان ما شاء الله ابو عبد الله دارس الموضوع، مش بس فقط لا احنا اللي بنعرف منه كيف اللي يتكل فكره صراحه بما ان هذه عندنا احنا على مجتمعنا. يعني ما في يعني ما حد يعني صح مو منتشره وايد. اي مو منتشره. نبي نعرف منك كيف بديت فيها، يعني شو الحبب فايل الهوايه جديد صراحه لنا. يعني كبدايه يوم انا كنت صغير كنت احب اشوف مثلا هاي عروض السيرك. يعني كنا نسمع مثلا خيمه عندنا في الشارجه مال السيرك نصير، يعني ونحن صغار نحب هالاشياء الخطره نشوفها وهذا. فكان يعني كان يدش بمخي مثلها، بس كنا نقول مستحيل نسويها يعني، بس كاعجاب يعني نحب تشوف الشيء. نحب تشوف البداية تعيب في الشيء خلاص انت بتحاول يعني. ف يعني عقب دخلت موضوع الفعاليات، يعني اني انظم فعاليات حفلات اعياد ميلاد فكنت معتمد على الاجانب في هالاشياء. حلو. وفي الجالية العربية بعد كمغارب ومصريين وهذا يقدمون هالسوالف، يعني ما كنت سمعنا ان اماراتي موجودة. حلو. فقلت سبحان الله يعني مواقع التواصل الاجتماعي موجودة، ليش انا ما ادخل شيء يعني افيد دولتي فيه؟ يعني انه ما في حد يقدم هالاشياء، ليش ما اكون انا الرقم واحد؟ وطبعا البدايات اصابات وحرب بدايات صعبة. يعني صعبة. كبداية صعبة يعني حتى شوية كان في مستحى، يعني بعدني انا جديد في المجال انك تقدم هالشيء قدام الجمهور بعد يبغي لها جرأة. لا شوف اللي ساعدني اكثر الجمهور. حلو. يعني انا حتى كبدايتي قمت اطلع شوي شوي اقدم العروض قدام الجمهور. سلام. تشجيع. هي يعني يشوفون مواطن وها قلت اكيد بيشجعون يعني طبعا. فبديت ما شاء الله مع الفعاليه ورا فعاليه ورا فعاليه حوالي كملت سنه وانا بعدني في البدايات مثل ما يقولون. وسبحان الله من دشيت السنه الثانيه كان يجيني اوردر خارج الدوله. ما شاء يعني الله اعطيك طلبات انك تعال حميد وحنا نبغيك بالاسم. اي نعم. فسبحان الله قدمت عروض خارج الدوله. حلو. اي نعم. بما ان حتريع عشان يخلص وعشان عضوه الحين يطبخ. نعم. نستغل هالفرصة فعلا وخلي عاد ابو عبد الله يراوينا شيء من عنده. اخترنا شيء معين من عنده يعني مشان احنا نشوف بعد. حاضرين ان شاء الله وبمتعكم حتى لو بدقيقة يعني. اكيد مره. انا ضاع مكلمة تشوق حق نشوف هذا الشيء. هي عادة بس نبغي شيء عقب تعلمنا اياه. نبغيك تعطينا سر المهنة. نحن ما بندخل السوق ياك بس. لا لا عليك بالعكس انا احب والله يعني انا الود ودي اشوف اماراتي يدخلوا وياي هالمجال. بالعكس ابى اكون فريق ابى هذا بس تعرف انت لين ما تحصل وتدرب وتسوي يباله وقت. صح. اول شيء لازم الواحد يحب هالشيء طبعا. هاي من الاساسيات اذا الواحد يبى يتعلم هوايه يكون حاب هالشيء. يا سلام عليك. زين الحين نقول للمشاهدين خلونا نستغل هالفرصه ونشوف بعض العروض من هالشاب المبدع لين يذهب عشانه. يلا ابو عبد الله سكروا الإضاءة بس. We'll be right back.
عليك ابو عبد الله، يعني حتى في السرك حط اللمسه الاماراتيه، صور للشيوخ فعلا، العلم، شعار الدوله. والله صراحه انا شفت شيء مميز صراحه اليوم اول مره، يعني تقريبا شمل يعني جميع البيئه البحريه بظهور الجمل والبيئه البحريه في جزيره النخله والصور الشيوخ الله يحفظهم، يعني لم تقريبا الامارات السبع، يا سلام، واشياء والله وايد طيبه صراحه. والناس يعني صراحه شيء من يعني اماراتي حتى العرض وهذا، يا سلام. لحظه، في شغله لاول مره طبعا نقولها للمشاهدين، لاول مره ابو عبد الله يقدم عرض السيرك بالكندوره والغفره الاماراتيه. فعلا كانت والله شويه ما مساعتنا، بس ما شاء الله عليه يعني كانت صعبه شويه كثر ما اقدر يعني كان بيعطينا اكثر، بس صراحه المكان والصراحه الكندوره فعلا مثل ما قلنا ولا كان بعد يمكن شيء اكثر، بس هي اكثر احنا بنطمع منه طبعا. شفنا اليوم احنا ما شاء الله الايات بعد شغله ابو خالد قلتها انت، الموضوع هذا مو سهل، يحتاج لياقه فعلا، يحتاج لياقه ويحتاج ممارسه ويحتاج تركيز. اي والله شفت المصرح التركيز في كيف تنتقل من حركه لحركه بدون ما يفهمها الجمهور ان انت وقفت، انت تعرف لو ثاني وحده توقف انت خربت العرض كامل، يعني بيفهمون الجمهور ان انت مش محترف. صح، يعني ويغير في نفس، انا شفتك صراحه تغير في نفس العرض، يعني تغير والناس تخليهم عايشين وياك ما ينقطع، ما تسوي يعني يتبعون الصوره وين ما سئلنا، عيونهم خلاص مركزه على الصوره. طب فعلا انا حتى الشيء زين، بما ان احنا اخذنا الجو هذا اللي يميزنا فيه ابو عبد الله، جزاك الله خير على العرض اللي قدمته. اتوقع شان زاهب ابو خالد؟ نعم جاهز، يب العشاء مروان ما راح يا سلام يا سلام. وسامحنا الضيف صراحه مسموح بالحلقه على السريع عاد، بس ابو عبد الله اليوم الضيف هو اللي يكسر الراس مره، الراس طالع عمره عضرين مره مصوبه، انت بتكسر الراس مره يا سلام مصوبه ابو عبد الله. ايه بعد هو انسان شاعر بعد طبعا اخذ اللسان بعد عندك عندك الموضوع زين. نحن نسمي بالرحمن ونقول لكل مشاهدينا بان لمتنا اليوم كانت برفقة هالشباب الطيبين، خير وبركة، تعلمنا منهم شيء جديد، تعلمنا منهم بأن الحياة لازم نأخذها ببساطتها ونستغلها بمواهبنا، نستغلها بالأشياء اللي نحن نتميز فيها بأنفسنا وما نتصنع ولا نتشبه بالغير. كل اللي لازم نعرفه بأن نحن نقدر نصنع إبداع، نقدر نصنع بصمة خاصة فينا نحن كأشخاص مؤثرين ولنا دور في الحياة. إن شاء الله لمتنا الجديدة راح تكون الأسبوع الجاي في مكان جديد في المنطقة الشرقية، ولذيك اللمة نلقاكم على خير، حياكم الله، قربوا يا تفضلوا يا جماعه، تفضلوا سامحونا على القصور صراحه.